رح أخذ مكالمة. الأخت فريال من المملكة المتحدة، أهلا وسهلا أخت فريال، تفضلي. أخ نزار سلام ونعمة المسيح معك. أولا أنا أشكر الرب على غيرتك المقدسة، على إيمانك بالرب يسوع المسيح، وعلى الاستنارة الروحية اللي روح القدس الساكن فيك يعطي لك إياها. فأنا أصلي من أجلك أن الرب يتمجد في خدمتك دائما وأبدا. شكرا. أخ نزار، الرب يسوع المسيح، أتحدى أي نبي يهير الإنسان من إرهابي إلى إنسان وديع ويصبح قديس. الرب يسوع المسيح حول شاؤول الطرطوسي اللي كان إرهابي، حوله إلى قديس، إلى الرسول بولس. الرب يسوع المسيح معطي الحياة ومعطي الحياة الأبدية، وإحنا نتبع إله حي، إله حي وليس إله ميت. وأنا أؤيدك أخ نزار، وعلينا أن لا نجامل على حساب الحق، أن إحنا لا نؤمن بعيسى لأن ما نعرف عيسى هو منه، ولا نؤمن بالإنجيل الشريف لأن الكتاب المقدس الشريف هي صفة لشخص وليس لكتاب، ولا نؤمن بالدين المسيحي. نحن مو دين، احنا نتبع طريق، نتبع شخص اسمه الرب يسوع المسيح. هو قال انا هو الطريق والحق والحياة، ولا احنا الهنا والههم واحد. لا، الهنا ليس مثل الههم، الهنا هو القدوس الطاهر البار، اما الاله الاخر يدعو الى القتل والى الفسق والى كل الخطايا. فالرب يرحمهم ويعرفون الرب يسوع المسيح الحق، والحق يحررهم. شكرا أخ نزار والرب يباركك. شكرا، ربنا يباركك، ربنا يحميك يا أخت فريال، شكرا كثير لإلك.